قدام حسين صاحب. علاش؟ يعني لي الرجل اخويا، انسان راجل صاحبي تشنق يضحك. برجولية مش بلادنا صاحبي، البلاد هذيا مش بلادنا. سيبوا العبيد خويا، خل تمشي على العبيد جوابي في الطليان، تعيش تاكل تشرب نعم مشروع في تونس. بيزام راهو قال ان شاء الله ربي يسهل خويا. واعلم امي شعطاتني خويا وبابا شعطاني، فهمت؟ يحب يمشي يبدل فهمت من وضعه كذا. ام خويا رجعونا للبيت، حبونا نعيشوا في البلاد. سر الدمعة هذيك اخويا روحوا باي، وصلت لقيت البحر 81 واحد صاحبي حارقين، وروحوا باي اخويا. يعني لمت فلوس يعني لمت ربي فلوس؟ الله اعلم، امي شعطاتني خويا وبابا شعطاني فهمت، وعبت بيع امي بعت ذهبها معناها، ورجعوني خويا للبلاد لهنا. واحد يحب يمشي يبدل فهمت من وضعه كذا. ام خويا رجعونا للبلاد، حبونا نعيشوا في البلاد، انا نعيشوا في البلاد. وقتاش رجعوا؟ رجعوني يا عم ناول. حبيت ما يرجعوكش؟ بالطبيعة باش نعاود. جاونا بيه بالطبيعة نلموا شوية فلوس نعاود، وكل سيف نعملوا ضربة. اللي نوصلوا جاونا بيه. علاش ما تبقاش في تونس؟ نحن مبسمين، تونس برجولية مش بلادنا صاحبي، البلاد هذيا مش بلادنا خويا. والله ربي لي بلادنا يخموا في الشباب، لا يخموا في حد شيء صاحبي كيفاه. شوف الشباب صاحبي لهني كيفيه، الله اعلم. ما نحبش نحكي لك انا بالتفاصيل فهمت، نقول لك راهو يعمل ويقد ويقد. يا ما صاحبي الشباب لهني اخويا راهو صاحبي كله تشوف فيها اللي يلحم صاحبي واللي يقد من الاخر ونعطيك فهمت. يسيبوا العبيد خويا، خل تمشي على العبيد جوابي في الطليان، تعيش تاكل تشرب. صاحبي تيان بمليون، من يمشي يجيبوا مليون تي صاحبي الزوالي تي اللي يخلص ماكس يخلص في 800 الف، اللي يخلص في مليون مش يمشي ياخذ بيس بدري ويقعد. ليه صاحبي مش بلاد برجولة؟ حسيتك موجوع برشا على خاطر روحوا بيه. ايه بتبيعه صاحبي باش نعاود، دي والله ربي لي بلادي هذايا اقسم بالله. هذا صدام حسين خويا. مش صدام حسين؟ صدام حسين صاح. علاش؟ يعني لي الرجل اخويا، انسان راجل صاحبي تشنق يضحك ما على بالوش. ايه انا بيدي ما على باليش، قلت لك كل سيف صاحبي ننقر حرقه. نطلع 81 60 كذا عادي صار، يا نوصل يا نموت. انت مغروم صدام حسين؟ ايه بالطبيعه نحبه صدام حسين صاحبي، انسان رجل علخ رئيس العراق صدام حسين. العبد ما تعرفوش نوصل لهم مثال، رسال راجل غير صاحبي الخوان وكذا صار. اما كان تبعوه معناه هو دي صاحبي راهو جو بيه الراجل، خانوه عملوه معاه صاحبي كيما فما برشا عباد لهنا زاد صاحبي يمشوا فهمت. هذوكم صاحبي هما اللي يهلكوا البلاد، وقيت صدام حسين وغيره مازالوا يحطموا في العباد. فما عباد صاحبي بالو خويا يهز تليفون يقول الو، يحطم شكون صاحبي بسبع سنين وب 14 بكى الو هذيك جا هوا فهمت. بالطبيعة صح. شنيا انت احساسك تهز تليفون هوا يعمل ويقعد صاحبي يجي يمشي عادي صاحبي سبع سنين من عمره صح؟ ما يسالش انت يجي انصحه برجله فهمت؟ خير صاحبي من اللي تعمل له هكاك. ان شاء الله ربي يهدينا وراي ماهيش بلاد. حاب نقول للشباب احرقوا راي صاحبي تونس ماهيش بلادنا. لما فلوسك صاحبي طليان اخويا فيهاش. مش تعمل مشروع في تونس؟ نعم مشروع في تونس. بيزام راهو قال ان شاء الله ربي يسهل خويا. شنو المشروع؟ حل ازرق، احلى محل ازرق. هاك شوف نحبوا بعض جولة بيه جولة بيه صح. انتم اولاد البحر الازرق. نعم سامحني اليوم وانا في الشارع فما اللي تشكي يقول لك بركاجات يفوت 8 نتاع الليل ما يتعدى حد، ماكش ولد الحومه. بركاجات صح ماكش شيء ورحمة ميمتي لا فما فمي والله لا فما بركاجة صدام حسين صح. علش. يعني لي الرجل أخوي، إنسان راجل صاحبي تشنق يضحك.